دكتور عباس منصور رئيس جامعة الجنوب الوادي، في البداية بهني حضرتك بالافتتاح العظيم للملتقى الأول لكليات وأقسام الجمهورية. احنا بكل سنة وطيبين، واحنا بنهني كليات الإعلام كلها المشاركة النهاردة في هذا الملتقى، بقول لهم شدوا حيلكم وإلى الأمام إن شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك الهدف الأساسي للملتقى ده. طبعا زي ما انت شايف اللقاء الطلابي ده والشبابي بالتواصل مع الإعلاميين الكبار والأكاديميين والإعلاميين الكبار اللي بيشتغلوا في الحقل، الاثنين مع بعضهم مع أبنائنا الطلاب، ده بيديهم خبرة كبيرة. النقطة الثانية طبعا المشاركة في نشر الوعي الثقافي والإعلام الإقليمي بعلاقته مع الإعلام المركزي في قضايا المجتمع في جنوب مصر بكلها إن شاء الله هتنقل من خلال هذا الملتقى. في كمان تواصل هيستمر بين الإعلاميين الكبار وبين أبنائنا الطلاب، فالمؤتمر الحقيقة بيحقق عدد كبير من الأهداف إن شاء الله. سيد اللواء عبد الحميد الهجام محافظ قنا، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. عايز اعرف احساس حضرتك ان الملتقى الاول لكليات واقسام الاعلام في مصر موجود عند حضرتك في قنا وتحديدا في جامعه جنوب الوادي. طبعا انا سعيد جدا بهذا الملتقى والضيوف اللي على مستوى عالي من الاعلاميين، من الصحفيين، من الفنانين، من الموسيقيين، من المسؤولين التنفيذيين. الحقيقه دايما جامعه جنوب الوادي دايما سباقه يعني في عقد اللقاءات والمؤتمرات في كافه المجالات. النهارده طبعا الملتقى الاول للاعلام، دي طبعا مبادره كويسه الحقيقه من الجامعه ان هي بتجمع كل الاعلاميين، بتجمع يعني من الممثلين للاعلاميين من جامعات مصر مختلفه، من كليات الاعلام، من المعاهد الخاصه، من المعاهد الحكوميه، عشان التوعيه بدور الاعلام. وبرضه دي بتدل على ان احنا هنا برضه بقينا بؤره للاهتمام، يعني الصعيد بقى بؤره للاهتمام الاعلامي وبكافه المجالات في الصعيد. ويمكن واضح من خلال الفتره اللي فاتت لو بنتابع كسر الحقيقه المسؤولين، زيارات المسؤولين لافتتاح مشروعات جديده او لتفقد مشروعات على ارض الواقع، فده يدل على اهتمام الدوله الحقيقه والقياده السياسيه والحكومه بالصعيد. حضرتك شايف ايه مدى استفاده طلاب كليات الاعلام من المؤتمر ده؟ طبعا يستفيدوا اولا التواصل مع كليات الاعلام والمعاهد المختلفه، مع الجهات الحكوميه، مع الجهات الشعبيه. بنطلع احنا برضو يعني مهم جدا ان احنا بنعرض عندنا ايه دور الجامعه وايه هي الجامعه. في ناس ما تعرفش جامعه جنوب الوادي مثلا حجمها قد ايه، عدد كلياتها قد ايه، لكن لما بيجي يمكن انا السيد المحافظ الدكتور محمد بدر واحنا داخلين بالعربيه اول ما هيجي انا ما كنتش متخيل ان الجامعه بالحجم دون بالضخامه دي، فدي حاجه طبعا كويس ان احنا بنعمل اعلام عن الكليات بتاعتنا وعن الجامعه بتاعتنا. سياده اللواء عبد الحميد الهجام، بنشكر حضرتك على اللقاء الممتع ده. عفوا.